ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه مع المرفقين ثلاثا. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وإلى هنا قال إلى الغاية، يعني إلى غاية المرافق، والمرفق داخل، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه ويغسل المرفق. المرفق اللي احنا نسميه الكوع، المرفق اللي احنا نسميه الكوع، هذا كله يغسل. وننتبه إلى أن غسل الكفين غير غسل اليدين بعد غسل الوجه، لأن غسل الكفين في البداية هذا السنة، بينما غسل اليدين كاملتين بعد الوجه ركن، فلا بد أن تغسل اليد كاملة بعد الوجه من أطراف الأصابع إلى المفصل، سواء غسلت كفيك في البداية أو لم تغسلهما. غسل الكفين في البداية لا يؤثر، المهم بعد الوجه لابد أن تغسل اليد كاملة من أطراف الأصابع إلى المرفق، هذا كله يغسل. وعندك اليمين والشمال، كان يغسل يمينه ثم يغسل شمال، لو غسلت الشمال قبل اليمين لا يضر إن شاء الله تعالى.